الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأزكى صلوات الله وتسليماته على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يحل اليوم ضيفا عزيزا علينا هو الشيخ عبد الله النعمة ليحدثنا عن الدعاء، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني الكرام، لعلنا في هذه الدقائق المعدودة نتكلم عن عبادة من أهم العبادات، بل حصرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها هي العبادة، كما جاء في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. نقول هناك عبادات كثيرة لها مواسم، كالصيام في رمضان، وعبادات لها أوقات وأماكن معلومة كالحج، وعبادات مطلقة لا تحدها أوقات ولا أماكن، وهي في بعض المواسم والساعات آكد من غيرها. ومن هذه العبادات الدعاء، والذي نحن بصدد الحديث عنه. فالدعاء عبادة مطلقة لا يقيدها وقت ولا زمان ولا حال ولا مكان. الدعاء يستحب في كل وقت وفي كل مكان وعلى أي حال، ولكنه آكد في مواضع وأماكن وساعات. ومنها هذا الشهر الذي نعيشه، شهر رمضان، شهر المغفرة والرحمة والعتق من النيران، وآكد من رمضان وقت الصيام، وآكد منه عند فطور العبد. ولعلنا أخواني الكرام نستعرض في هذه الدقائق بعض الدلائل على أهمية الدعاء وبعض آدابه وأوقاته الفاضلة وأماكنه الشريفة التي يستحب فيها الدعاء، وهذه الأماكن وهذه الأحوال أو هذه الساعات هي أقرب للقبول والإجابة من غيرها. وأخيراً قد نتعرض على بعض موانع استجابة الدعاء. أقول مستعيناً بالله سبحانه وتعالى، تكمن أهمية الدعاء في عدة أمور. أولها أن الدعاء سلاح المؤمن، هو سلاح الأنبياء والمرسلين. نجى الله سبحانه وتعالى به نوحا عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وهو من الأدعية التي استخدمتها الأنبياء في طيلة حياتهم. يقول الإمام القيم في الداء والدواء: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو. الدعاء أيضا من أهميته أنه هو العبادة، وهو من أقوى مظاهر العبودية لله سبحانه وتعالى. يتجلى في العباد في عبادة الدعاء، يتجلى فيها الإخلاص، يتجلى فيها الخشوع، صدق الإيمان. أخرج أبو داود والترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قوله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة. تكمن أهمية الدعاء أيضا في كونه المقياس الحقيقي للتوحيد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:
إذا أردت أن تعرف صدق توحيدك فانظر في دعائك، فانظر في دعائك. الإنسان كلما قوي عنده توحيده واستعانته وتوكله على الله سبحانه وتعالى كلما لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لا يلجأ إلى البشر، فهو مقياس حقيقي للتوحيد. بالدعاء تسمو النفس وتعلو الهمة ويذهب العجز عن الإنسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. تكمن أهمية الدعاء في نفعه الذي يلحق الأحياء في دنياهم، في دنياهم، والأموات في لحودهم، كما جاء في الحديث: أو ولد صالح يدعو له. إذن الدعاء أيضا يفيد الميت. بالدعاء تستجلب النعم، وبالدعاء تدفع النقم، وفيه تفريج الكروب، وفيه زوال الهموم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة ذنوني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له، وفي لفظ: لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه. هذه بعض مكامن أهمية الدعاء. أما من آداب الدعاء، ولأن الدعاء عبادة فيستحب للمسلم أن يقف على مثل هذه الآداب. نحن في شهر رمضان نرى كثير من المخالفات التي يرتكبها بعض الأخوة، وخاصة في دعاء القنوت، هناك كثير من المخالفات يقوم بها بعض المصلين وبعض حتى الأئمة. فلو وقفنا على هذه الآداب، وخاصة كما ذكرت أن الدعاء عبادة، فالأمر فيه يكون توقيفيا. أول هذه الآداب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهو من أعمال القلوب التي تفوت على كثير من الناس. لماذا لا يقبل الدعاء عند كثير من الناس؟ لأنه لم يخلص لله سبحانه وتعالى. فالإخلاص مطلوب في الدعاء. يقول بعض السلف: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذه الأمة إذا سألت ودعت أن تتوجه بإخلاص وصدق كامل تام وشامل لله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يقول ابن عقيل رحمه الله: يستجاب الدعاء بسرعة للمخلص والمظلوم. الإنسان كلما كان مخلص في دعائه حري بهذا الدعاء أن يستجاب كدعاء المظلوم. ومن هذه الآداب حضور القلب، وهذه من الآداب التي نراها حقيقة يعني تشرد عن كثير من المصلين. يرفع يديه إلى السماء ويؤمن وراء الإمام ولا يعي ما يقول الإمام. فحضور القلب والثقة بالله سبحانه وتعالى من الأهمية بمكان في حصول الإجابة. روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. والله يا أخوان، أنا مرات أرى بعض الأخوة يرفع يديه ويلتفت يمين ويسار، وبعضهم يعبث في أشياء أخرى وهو يدعو. فيعني وين آداب الدعاء من هؤلاء الناس في حضور قلوبهم لله سبحانه وتعالى؟ يقول يحيى بن معاذ: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرد، لم يرد. فإذا من الآداب المهمة أن يستحضر الإنسان هذا الدعاء ويكون منشغلا بمعاني هذا الدعاء ليكون أحرى للإجابة. ثالث هذه الآداب عدم الاستعجال في إجابة الدعاء، ولا أرى هذا من الأهمية بمكان. كثير من الناس يدعو يقول: يا أخي أنا دعيت سنة وسنتين وثلاث ما استجيب لي. قد يكون هذا خير لك، دفعه الله سبحانه وتعالى عنك. بل يستحب الإكثار من الدعاء وأن يلح العبد في دعائه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان
يعني يكرر الدعاء ثلاثا عليه الصلاة والسلام. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. فالإنسان إذا ما استعجل حري بدعائه أن يستجاب. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول أي العبد: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى من يستجب لي. فيستحسر العبد أن ينقطع عن دعائه، وهذا من الشيطان عند ذلك، ويدع الدعاء وهذا من الشيطان حتى يقطع العبد عن التجائه لله سبحانه وتعالى. من هذه الآداب استقبال القبلة، وأن يكون الإنسان رافعا يديه خاشعا بهما لله سبحانه وتعالى. فقد جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وأبو داود قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. خامس هذه الآداب أن يخفض العبد صوته في الدعاء، ونحن نرى ونحن في هذا الشهر رفع كثير من المصلين تأمينهم في الدعاء، أو بعضهم يرفع صوته، وهذا حتى موجه لبعض الأئمة يرفع صوته في الدعاء، وهذا مخالف للآداب. الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. بل إن بعض أهل العلم رأى رفع الصوت في الدعاء من الاعتداء في الدعاء، ويقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما علم به الصحابة رضي الله عنهم ألا يرفعوا أصواتهم بالذكر والدعاء. فقد صح عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا. وكان يعني سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في هذا الحديث أنه رأى من بعض الصحابة يرفعوا أصواتهم في الدعاء، فوجههم عليه الصلاة والسلام بأن لا يرفعوا أصواتهم. جاء في سبب نزول بعض الآيات، قالوا الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: ربنا قريب فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هناك أدعية جامعة وشاملة، وهي أيضا هذه من الآداب التي تغيب عن كثير من الناس، فيدعو ويشرق ويغرب في أدعيته، ويترك ما ورد في المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يكون مثل هذه الأدعية من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم عليه الصلاة والسلام بحال الأمة. ومن هذه الأدعية الجامعة الشاملة التي يغفل عنها كثير من الناس قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهي جزء من الآية: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول أنس راوي الحديث قال: كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء. وأيضا من الأدعية قوله: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اللهم أربع كلمات: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. هذه الأربع كلمات جاءت في الحديث أنها تجمع لك خيري الدنيا والآخرة. ففي صحيح مسلم من رواية طارق بن أشيم رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام وقد أتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال له عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. ومن أهم آداب الدعاء
أن يتخير المسلم من الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتمسك بها، وهي من جوامع الدعاء الذي ذكرناه. وهناك أصل إخواني الكرام في الدعاء، إذا علمنا أن الدعاء هو عبادة فالأصل في العبادة الاتباع، الأصل في العبادة الاتباع وعدم الاعتداء، ليجتمع للداعي أمرين: أجر الدعاء وكذلك أجر الاتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في سنن ابن أبي داود عن أبي نعامة عن عبد الله بن مغفر أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض، وكان يفصل في دعائه: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، ثم ذكر يعني صفات لهذا القصر. فقال له عبد الله بن مغفل يوجه ابنه، فقال له: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وهذا شيء ملاحظ، كثير من الناس يصيدهم الوسوسة في الطهور في الوضوء، يتوضأ 20 مرة وقد لا يدرك الصلاة، وهكذا في الدعاء. البعض يبالغ في الدعاء ويدعو ويفصل في دعائه، وهناك جوامع الدعاء وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام حري بالمسلم أن يتبعها. يعني ما نراه الأيام في هذه الأيام السجع والتكلف في حال الدعاء، وخاصة كما ذكرت لكم في حال الوتر، كذلك الإتيان بأدعية لم ترد في الكتاب ولا والسنة، رفع الصوت المبالغة فيها، فهذا لا شك أنه من التعدي المنهي عنه. آخر هذه الآداب هو أن يفتتح الإنسان هذا الدعاء ويختم هذا الدعاء بذكر صفات الله سبحانه وتعالى ومحامده، وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حال الدعاء روى البيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث مرفوع وقد صححه الألباني، قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى أو يصلي العبد على النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأوقات والأماكن الفاضلة للدعاء ونذكرها سردا عشان يعني نستغل الوقت، منها يوم عرفة في السنة، كذلك رمضان في الشهور، وأيضا ليلة القدر في هذه الأيام العشر الأواخر، يوم الجمعة من الأسبوع وفيه ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله سبحانه وتعالى فيها خيرا إلا أعطاه إياها، وقت السحر من الليل، كذلك ما بين الأذان والإقامة، وهذه أوقات يغفل عنها الكثير من الناس، ما بين الأذان والإقامة جاء فيها الحديث: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ومنها الأحوال الشريفة التي يستحب فيها الدعاء عند نزول الغيث، في السفر، دبر الصلوات المكتوبات عند إفطار الصائم، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه من الثلاثة أي الصائم الذين لا ترد دعوتهم. وآخر هذه المواضع والأحوال التي تتكرر في اليوم والليلة، وأنا دائما والله يعني أحث الأخوة والأخوات على مثل هذه الأماكن، وهذه الأماكن تتردد مرارا وتكرارا في حياة المسلم وفي حاله يوميا عدة مرات، وقد ينساها الكثير، وهي أقرب ما يكون العبد من ربه، وحري أن يستجاب فيها الدعاء، وهي حال السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه حال السجود. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. نتكلم عن آخر عنصر، وهي بعض الموانع في إجابة الدعاء. قلنا الدعاء عبادة،
والأدعية تستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى، إلا أن هناك موانع تصرف إجابة الدعوة، وأهمها على الإطلاق أكل الحرام. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. قال له صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك يستجب أو تستجب دعوتك. والحديث المشهور أن الرجل يطيل السفر وأشعث وأغبر، يمد يديه إلى السماء يدعو الله سبحانه وتعالى، فهو في سفر وهو أشعث وأغبر، حلي أن يستجاب لدعوته، ويرفع يديه كما جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى يستحي أن يردهما صفرا، إلا أنه لا يستجاب لدعائه. ليش؟ لأن مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ومن موانع استجابة الدعاء الاستعجال الذي يؤدي إلى الفتور واليأس والقنوط والانقطاع عن الدعاء. فالحديث كما ذكرنا سابقا: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت ربي فلم يستجب لي. ومنها، وهي آخر هذه العناصر، الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم. وأنا أوجه كثير من الناس وخاصة الآباء يدعون على أبنائهم، وقد يعني تكون هذه ساعة إجابة فيستجاب هذا الدعاء على هؤلاء الأبناء ويتضرروا. فالدعاء بالإثم وقطيعة الرحم من موانع إجابة الدعاء. ورد في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن دعاه فاستجاب له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضيقا إلا جعلت له مخرجا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، وعافية ومغفرة منك ورضوانا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.